حيث نتابع معكم أحداث الشوط الثاني من لقاء طلاع الجيش والداخلية. هذا اللقاء الذي يأتي ضمن لقاءات الأسبوع رقم 20 من مسابقة الدوري. ودي هجمة لفريق الداخلية، هجمة خطر، والثاني الثاني 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 لفريق الداخلية لسه كده ما شمش نفسه. فريق طلاع الجيش بيتقدم بالهدف الثاني، اللاعب الخطير أحمد مصطفى، عشان يتقدم فريق الداخلية بهدفين نظيفين. الهدف الثاني جه يعني في الدقيقة كده تقريبا خمسة، وفي الثانية رقم 35 من أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 46 أحمد مصطفى يضع فريق الداخلية في المقدمة. شوف وسط ثلاثة كده ويلعبها بشماله،